بمشاركة 64 شركة يمثلون 9 مدارس و23 مؤسسة تعليمية من مختلف المحافظات، أقيمت بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض فعاليات معرض مؤسسة إنجاز عمان للشركات الطلابية، حيث استعرض المشاركون أهم أعمالهم وأفكارهم ومنتجاتهم المبتكرة في مجالات الصناعة والخدمات والبيئة والتكنولوجيا والذكاء والاستدامة، والتي ستؤهلهم للمنافسة في مسابقة الشركة التي تنظمها المؤسسة سنوياً. الجديد أنه لاحظنا أغلب الشركات المشاركة هذه السنة أتت من خارج مسقط، بالعادة أغلبها تكون من مسقط، ولكن الحمد لله أتتنا مشاركات كبيرة من مختلف محافظات السلطنة، فهذا الشيء يسعدنا أكيد. ولاحظنا أيضاً في تطور ملحوظ في الأفكار والمشاركات. المعرض يتيح الفرصة للتعرف عن قرب على أفكار الشباب ورؤيتهم لتطوير مشاريعهم ودعمها وتحويلها إلى واقع، حتى يتمكنوا من إدارة شركات خاصة بهم والانطلاق بكل ثقة في سوق العمل لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. منتجنا عبارة عن سوار ذكي يستشعر بنوبة الربو قبل حدوثها. طبعاً السوار مرتبط بتطبيق مارفل سبيريت، يرسل السوار الإشعارات إلى التطبيق، مما يمكن المصاب أو ولي الأمر من التعامل مع الحالة قبل أن تتفاقم وأنه يستدرك الوضع قبل حدوثه. يعني نحن جنينا من هذا المعرض كبداية تسويقية لمنتجنا، كذلك نزيد الوعي في مجال ريادة الأعمال لشركتنا. هذا ويسعى برنامج مؤسسة إنجاز عمان إلى تعزيز القدرات الإبداعية والقيادية لطلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي، وتمكينهم من تأسيس الشركات الريادية واستكشاف مختلف الفرص والدخول إلى عالم ريادة الأعمال من خلال البرامج التدريبية التي تقدم في هذا المجال.